شنو موقف غانم عربي ونس محمود في ظل هذه الأوضاع؟ شوف الجلسات اللي جلستها مع يونس. نعم. وكانت جلسات يعني حتى يونس يشغل سيارته ويطلع للبصرة على قائد فلان اللي تابع لهذا النادي وتابع لهذا النادي، يطلع ويروح بالسيارة وإحنا اتصالات ونتحرك ومدري شنو. هسا يونس نائب ثاني، ما أريد منه، خلي بس يشيل تليفوني يقول شلونك أبو علي. ماكو أي تواصل. قال التقيت ببرنامج مال البصرة بالخليج. نعم. ايه تباوس ومدري شنو. شريد أجواب. وغانم. غانم. يعني غانم الرجل هو كان محروم من كل منصب وما كان المفروض. يعني غانم تعرف نادي الشباب أخذوه منه، نادي بغداد سووا بيه قضية وبعدوه. فغانم يعني من دخل بانتخابات فاز عضو اتحاد، غانم شو يريد يسوي؟ شنو البيده يسويه؟ ذاكو آمر حرس، هذا يريد الكل تصير طاغية جوا إيديه، وهاي مستحيلة. زين أسألك سؤال بهذا الشق. أيه؟ يونس محمود. نعم. مع سياسة عدنان درجال بهذه الفترة وما بعدها لو ضد، من واحد عالم وعارف بكواليس الرياضة، عدنان راح يستقيل من ورا يونس. آه والله. من ورا يونس محمود. شنو السبب؟ يعني يونس يقول لك أنا نجم وأنا اسم كبير. أيه؟ على أساس ما يسمحوا لي وأسمع حكي وهذا مو بكيفه وكلها إلية وكلها إلية. فهم يريد يدافع عن نفسه يقول لك أنا نجم وعدنان نجم، ليش هو يسيطر هذا؟ رئيس اتحاد. رئيس اتحاد عاملني بأسلوب. عاملني بأسلوب. أعطيني حرية التكلم. أعطيني حرية التعبير. حرية الاختيار. هاي كلها معدومة. بس ما عالنها يونس محمود بهذا الطريق. يونس من النوع اللي يعني حزده على أعصابه وبروده. بارد الأعصاب جدا وما يهتم، يسمع وما يهتم، بس يرد الصعصعين والله. أوه. يعني التحالف القوي ورباطة الجيش اللي شفناها بين يونس وعدنان بالفترة السابقة انفرطت. ننتظر منتظر، واتمنى اسوي لنا دعوه انا ويونس هنا حتى اقول له صار حديث بيني وبينك. ايش قلت له؟ انا اريد اقول له قدامه. قدامه اي صار حديث. ايش قد سهرنا، ايش قد ليالي قبل الاتحاد والانتخابات والشهود موجودين فلان فلان وتحالفتوا قدامي. كل هيدا اقولها لابو ذنون، لأن أبو ذنون أنا من النوع اللي أحبه. قلت لك قلبه أبيض وباخذها ضحك، بس ما يعبر نقطة ذا ما يرد الصاع لها. بس حتشك ينذر بمستقبل